فاضل هنا مع هذه الانطلاقة السليمة والرائعة أيضا مع شوطنا التاسع على التوالي. نسير مع روعة ومبارك بن جمعة بن مطر بن مايد على خيلي يقدم لنا روعة مع المركز الأول، بينما ثاني المراكز مباشرة الوسمية راشد بن سليمان بن حمد الشامسي، بينما الوصول مع روعة أيضا منصور بن ناصر بن صرود على خيلي. يا سلام يا محلى الصدف، هنا مع روعة مع بن صرود وروعة مع بن مايد، بينما هناك أيضا حيتام وسيف بن علي بن محمد بن سبت على خيلي مع ثالث المراكز، رابع المراكز الوسمية ورايد بن سليمان بن حمد الشامسي، أيضا ينطلق مع رابع المراكز، خامس المراكز الذيبة عبد الله بن سلطان بن محمد الشامسي، أيضا مع خامس المراكز، سادس المراكز أيضا مسيرة أيضا مع عيسى بن خميس بن محمد بن روية الأخيلي، يقدم لنا مسيرة في هذه اللحظات أيضا مع سادس المراكز وتحولت إلى خامس المراكز. يا سلام، الله، عودتنا إلى الصدارة، عودتنا إلى المقدمة وإلى البداية الأولى، هناك مع بن صرود الذي انطلق مع المركز الأول، مقدم لنا روعة مع الصدارة والبداية، بينما روعة مع مبارك بن جمعة بن ماي الأخيلي. يا سلام، مسيرة قادمة في هذه اللحظات، مسيرة قادمة أيضا، تحديات أيضا مع مسيرة عيسى بن خميس بن محمد بن روية الأخيلي، بينما من الجانب الآخر هناك أيضا حيتام سيب بن علي بن محمد بن سبت الأخيلي، ووصول أيضا من الذيبة عبد الله بن سلطان بن محمد الشامسي. يا سلام، وصل في هذه اللحظات، ولكن نشوف هناك أيضا الوسمية رايد بن سليمان بن حمد الشامسي. يا سلام، الله، وصل أبو منصور في هذه اللحظات، أمجاد خليل بن سالم بن سهيل الأخيلي أيضا قادم في هذه اللحظات. الله الله يا بن سرود، الله يا بن سرود، هناك انطلق مع البداية الأولى، انطلق مع الصدارة والمقدمة ما شاء الله، مسيرة مع المركز الثاني مع بن روية، ولكن بن سرود لا زال مع المركز الأول، مقدما لنا روعة
بينما ثالث المراكز ومن الجانب الآخر رديبة عبد الله بن سلطان بن محمد الشامسي مع ثالث المراكز كيلو ونصف الكيلو كيلو ونصف الكيلو الأخير يا سلام. بينما وصل أيضا في هذه اللحظات وصلت هنا روعة أيضا مع بن مايد مبارك بن جمعة بن مايد الأخيلي وأمجاد مع خليفة بن سالم بن سهيل الأخيلي ووصولا أيضا يا سلام الله هيتام سيف بن علي بن محمد بن سب الأخيلي. ولكن البداية والصدارة هناك مع مقدمة الشوط يا سلام يا سلام روعة منصور بن ناصر بن صرود الأخيلي هناك من يتقدم مع الصدارة الأولى يتقدم مع الفورمة ومع البداية يا سلام معلن هذا التحدي والانتصار بشعاره المتميز. بينما المركز الثاني مسيرة مع المركز الثاني خميس بن روية الأخيلي عيسى بن خميس بن روية الأخيلي تقدمت مسيرة إلى الصدارة يا سلام. نشوف الذيبة عبد الله بن سلطان من محمد الشامسي ولكن خلاص مسيرة انطلقت افتتحت بوابة العبور انطلقت إلى الصدارة إلى البداية الأولى ما شاء الله وتبارك الله رقصت الغاية حتى هذه اللحظات بدون أي أوامر ولا تعليمات تنطلق بالانطلاق الرائع والجميل يا سلام. الصراع ما بين بالروية وما بين بن صرود وما بين الشامسي هناك مع المركز الثالث المركز الرابع خليفة بن سالم بن سهيل الأخيلي روح اللي يبغى السلامات يروح يروح يا راعي مسيرة يا سلام مسيرة حافلة هنا مع هذا الشعار الله. بن صرود مع المركز الثاني بن صرود مع المركز الثاني ولكن مسيرة أغلعت مع الصدارة طارت مع المركز الأول انطلقت مع الصدارة يا سلام يا سلام مسيرة 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 الله مسيرة حافلة مع هذا التحدي الرائع والجميل عيسى بن خميس بن محمد بن روية الأخيلي انطلق إلى الصدارة الأولى انطلق إلى البداية ولكن وصول وغدوب أيضا مع هذه اللحظات وصل خليفة بن سالم السهيل الأخيلي يا سلام لمن الانتصار لمن التحديات لمن الانتصار يا سلام. مسيرة 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 طارت مع المركز الأول المركز الثاني أمجاد ومسيرة أمجاد ومسيرة يا سلام أمجاد يا سلام غادمة بكل قوة غادمين أبناء أبو سمرة سلام أبو سمرة سلام سلام أبو سمرة سلام على هذا الحضور الرائع والجميل خليفة بن سالم السهيل الأخيلي سلام أبو هادف سلام. من المركز الثاني أيضا وصول مع المركز الثاني مسيرة وعيسى بن خميس محمد بن روية الأخيلي. بينما ثالث المراكز ثالث المراكز هنا روعة منصور بن ناصر بن صرود الأخيلي هنا مع رابع المراكز الذيبة عبد الله بن سلطان بن محمد الشامسي ووصول مع منحاو حمد بن قطام سعيد الأخيلي ووصل أيضا هيتام سيف بن علي بن محمد بن سبت الأخيري تانينا والفي مبروك.